امتى تم انشاء هذا المعهد؟ تاريخه؟ المعهد يعني تأسس سنة 1960 مصاحب لأول خطة تنمية اقتصادية واجتماعية في مصر، ومن أفضل الخطط الخمسية اللي طلعت في التاريخ الحديث 59 60 64 65. وكان الدور الرئيسي أو الهدف الرئيسي هو تنفيذ الدراسات والبحوث الفنية اللي تدعم الخطة، ثم متابعة تنفيذ الخطة الخمسية. جميل جدا. ده في أيام في رئيس الستينيات عبد عبد الناصر. الناصر. تمام. تتذكر مين كان أول رئيس له؟ أول رئيس للمعهد طبعا الأستاذ الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، هو بنعتبره هو مؤسس المعهد، وتوالى بعد كده طبعا رئاسة المعهد عدد كبير من الأساتذة العظماء زي الدكتور إسماعيل ثور عبد الله والدكتور محمد محمود الإمام، ثم من بعدهم طبعا الدكتور كمال الجنزوري ربنا يديله الصحة، ثم الدكتور عثمان محمد عثمان وهكذا يعني. جميل جدا. هل دور